مينا ايتو. انا بحاول اعمل له حاجه شبيهه بالعش بتاعهم، لان العش قد كده وعاملين له خرم كونو اللي هو اللي يعني هم اللي عاملينه ولا انت اللي عامله؟ لا هم اللي بيعملوا كونو، وكونو بالعربي اللي هي ايه؟ قرطاس. عاملين له قرطاس كده، هم اللي عاملينه قرطاس تحت. مينا 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 مينا، خد كليا. ايوه كده ايوه كده ايوه. فهو بما انه ان هو مينا، مينا بتتكتب بالعربي مين يه نون الف هي مينا، فهو مينا. انت اسهل يعني، فاهم؟ ام الكسل يعني. ما لقيتش اسم مينا مينا مينا. انا بصور نفسي النهارده بقى يا شباب. هنعمل فيديو جديد جدا وغريب جدا 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 مع ضيف عزيز عليا. معانا النهارده رامز. قول لهم اهلا يا رامز. جاي يكلمني عن حاجه انا اصلا مستغربها، بيقول لي ان ازاي تعمل علاقه بينك وبين الزواحف، ورامز بيحاول يقنعني ان هو بيعمل علاقه مع كل الحيوانات، وازاي ان الرومانسية والحنية بتفرق مع الحيوانات. وخليه بقى يقول الكلام ده لان هو بيقول لي حاجات غريبة. بص يا جماعة، رامز دلوقتي عاوز يوريني فيديوهات بتثبت ان هو فعلا على علاقة بينه وبين حيوانات، وبعدين بيقول لي ان هو مراته بتغير من الفارة بتاعته الرات. هو مربي رات اسمه سمسمة. اسمها سمسمة. سمسمه دي بقى بتيجي تقعد على حجره وهو مربيها سايبه في البيت اصلا. طب سايبه ولا ايه يا رمز؟ كله سايب. سايبه في البيت وبتروح تقعد في البيت بتاعها وتيجي تقعد على الكنبه. والكائنات وفي الرات ينفع يقعد مع غينيا بيج؟ ما اعرفش، انا بالنسبه لي ما ينفعش الحاجات دي كل حاجه في قفصها. المفروض ما ينفعش. بس اصل هو كان بيقول لي دلوقتي ان سمسمه بتيجي تقعد على حجره. لا انا اوريك حاجه كمان ويطبطب عليها. اوريك حاجه غير وبعدين تنام في حضنه. بيقول لي مش موضوع هوريك اصلا نايمه في حضني. بيقول لي مش موضوع ان هي يعني حاسه براحه ولا امان، لا هي بتحبه فاكره جوزها وبتغير بتغير عليه كمان. مش انت قلت كده؟ لا رامز بقاله ساعه بيكلمني عن حاجات غريبه جدا. هو ده ايه لايف؟ احنا لايف دلوقتي. لا مش لايف طبعا. انت يا عم انت بتشتغلني ولا ايه؟ ضيف جديد يعني. بصراحة ده بقى اللي انا عجبني قوي 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 قوي، لان انا ما كنتش فاكر ان في حد في مصر بيفرخه وكمان بالحجم اللذيذ ده. جبت فيديو؟ لا، في صورة بتاعت الاستاذ ده. مين ده بقى؟ بورس، وكنت مسميه بورس. والله ما لقيتوش. مصطاد بورس اربع نقط ومربيه تقريبا سايب في البيت برضو ومسميه بورس البيه. ما لقيتلوش اسم اسمه مسميه بورس. وماينا مسميها مينا وبورس مسميه بورس. وفي بس السمسمه اللي ليها اسم، وكان عندي مستكه يعني. بس هو الفرق بجد الحقيقي ان انا كل الحاجات اللي عندي الباتس بتاعتي مش ملهاش اسم، هو مسمي كل حاجه. مش عارف ابان في الفيديو. انا هحكي لكم على الفيديو ده. دي البوة اللي كانت عندي اللي خدها علي. والله دي كانت شرسة جدا عند رفيق. كانت عاملة زي، عارف عفريت العلبة اللي تفتح العلبة؟ بس دي اختي اللي عندي بالظبط نفس الكلام بالظبط. دي كان يفضل قاعد جنبي كده انفخ له في وشه ويطلع لسانه يقعد ان شاء الله يقعد ساعتين ثلاثة. ده كان بينام جنبي فارد نفسه على الكنبة. هوريهولك. ده ورال ده كان ده عشقه ان هو ينام في حضنه. طبعا صورة ورال قاعد في حضنه. بس ده يا مان عريان مش هينفع. دي دي بتاع بكيزه. بكيزه دي جوانا. دي برضو ملهاش قفص. دي ما تلات ارباع الحاجات انا ما كنتش بعرف اجيبها. دي نايمه في حضنك فعلا. نايمه ومراتي هي مصوراني نايم. بتقول لي انا قفشتك مع ال قلت لها ده ذكر. ده هو ذكر فعلا. دي اوحش. يا ريت كلمتها. نايمه فرده نفسها ونايمه جنبي.
طب الواحد زي رامز يعمل علاقه بينه وبين الحيوان كده؟ تحسسه بامان بزياده. بص ما ينفعش باي حال من الاحوال ان يحس بقلق حتى لو حركه ايد. بمعنى ان انت لو جبت طائر مثلا فالطائر ده حطه في القفص يا ابن الذين فالطائر حطته في القفص فطبعا هو هيبقى خايف ان انت تفتحه وتمد ايدك تمسكه. تمام. فانت ما تمدش ايدك تمسكه خالص. انت تعوده ان انت بتفتح تحط الاكل وتشيل الاكل تحط الميه وتشيل ما بص حركه يعني ده يعتبر تدريب ولا انت بتعتبر اللي انت بتعمله ده مش تدريب؟ اللي انا بتكلم عليه دلوقتي ده يعتبر تدريب او مش تدريب يعني بحسسه بامان زياده. تمام. بحسسه بامان زياده اللي هو انا مش هاذيك باي حال من الاحوال. مش هاذيك هو بتخلي اللي هو يتقبل وجودك اصلا ينسى يتقبل وجودي وينسى حته الاذيه لان هو في الطبيعه بتاعته اهو زي ما انا قلت لك ربنا خلاه. شفت الكوبرا دي وانا بشرب السيجاره وبنشرعها اللي بيصورني ده ممنوع. ممنوع كوبرا عندنا في الشانل. لا ما دي كانت مره يعني الكوبرا اجوانا قاعده على التلفزيون دي بكيزه مراتي هي اللي سميتها بكيزه وسبحان الله هي حبت الاسم ده بس هي بتقول لي تحس ان هي تنكه زي بكيزه وزغلول. لا بصوا بقى كان رامز كمان كان بيقول لي على حاجه غريبه قوي بيقول لك فين تطبطب على الحيوان دي انا برضو مش فاهمها بس هو يعني عنده جربها كونسبت كده احكي لنا عليه يا رامز. الحيوان تملي بيحب المكان اللي ما بيعرفش يوصله يعني مثلا لو حاجه بتعرف تهرش في ظهرها او سوري ما بتعرفش تهرش في ظهرها وجت حشره وقفت على ظهرها فده بيبقى ازعاج جامد قوي ليها. ف الفيديو فلو انت جيت هرشت لها في ظهرها بحنيه وبتاع هتستمتع جدا زي ما انا اديتك مثال يعني انت لو ابنك او بنتك قاعدين جنبك وبيهرشوا لك هنا وبيلعبوا معاك فاهم لا اهرشوا لي في ظهري في حاجه بتهرشني الاحساس بتاعك وهم بيهرشوا في ظهرك غير خالص وهو بيهرش لك هنا انا بوصل له بسهوله فاهم. فتملي بيبقى فيه متعه للحاجه اللي انت مش عايز توصل لها فلما انت حد يوصلك ليها او انت توصل لها بصعوبه حتى لو جبت هرشه وعملت كده تبقى مستمتع بالهرشه جدا صح ولا غلط؟ صح. بس تملي طب استنى بس عشان عايز احكي لهم اقول لهم الحقيقه اتفضل بس ان رامز قاعد بقاله 5 سنين جنب الاصالات. يا نهار اسود. لا الفيديو ده اهم يا جماعه. الفيديو ده رامز قاعد في فرين في فرين على 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 بطنه بتلعب ما اعرفش بتعمل ايه جوه الفانيلا اصلا بتطلع دي يعني سمسمه ولا دي مش سمسمه؟ لا دول كان حاجه تانية كان ابوهم اخده كريم كريم اوسكار ده جوه الفانيلا بجد مش هزار. يا نهار ابيض مفيش حاجه تجري ما عنديش انا الكلام ده. طب امسك بقى عشان في بنات بتتفرج على الفيديوز دي. اقعد بقى هناك كده خلينا نعرف نصور. هو رامز قاعد استنى كده رامز قاعد في البيت تماما مع الاصالات فقط مع الحيوانات كلها مع سوري مع الحيوانات كلها فهو بقى يعني تقريبا بيلاحظ كل حاجه لان هو بيحكي لي على حاجات بيقول لي لا اصلا لما بتلف بيبقى معناها كذا مش عارف ايه. انا بالنسبه لي ما اعرفش الكلام ده هو بالملاحظه وبالخبره اللي هو عملها بيقول الكلام ده. ايه دي بقى بو ده معاه بومتين ليتل اول بس ده مش حاجه انا عملتها يعني سبيشال يعني كل الناس بتعملها بس برضه من الحاجات دول بضوا عندي. والله دول لا سوري اتجوزوا عندي وبضوا عند كريم اوسكار. ما شاء الله وكريم طيرهم في الاخر. انا بحب ليتل اول دي. طب ازاي انت بتتعامل كده يا رامز؟ لازم تقول لنا يعني لازم تدينا التريك. حب الحاجه تحبك بس حبها بجد. ما انا بقول لك مش مجرد ان انا اشتريت اي كائن وحطيت له اكل وكبر وصحته كويسه واكل وخلف والحاجات دي كلها بقى هو ده بتاعي او كده انا استمتعت بيه. لازم هو يستمتع بيا، لازم هو يحبني، لازم هو يحب ان هو يشوفني، عايز يلمسني.
يعني لما تلاقي فار انت تدخل البلكونه سايبه طبعا مفيش حد بيربي فرنساي بس غير تقريبا تدخل وتلاقي هي جايه تجري عليك عشان تحط راسها على ايدك فاهم وتنام طب ما تنام في السلاكه بتاعتها ولا تنام في الارض ولا اشمعنى ايدك لقيت حاجه في ايدك لقيت احساس لقيت ملمس لقيت طريقه في المعامله مختلفه عن بقيه اي حاجه او عن اللي هي ما بتعرفش تعملها لنفسك بس انت خلقت عند الكائن ده اي كائن على فكرة انا ما بتكلمش على فران ولا اصلات ولا الكلب لا قولينا ايه العلاقة اللي انت كنت تقول عليها ان بتاعت اللي هو يمتلكك وانت تمتلك ومش عارف ايه اللي انت ما بتحسش اول حاجة ان انت ما تحسسوش بالخيانة ما تحاولش في مرة ان انت تيجي تعمل ان انت هتطبطب عليه فتمسكه مرة واحدة لا لو عايز تمسكه امسكه لو عايز تمسكه وتشيله امسكه وشيله بس ما تعملش ما تحسسوش بالامان وبعد كده تخطف تخطف دي خيانة بالنسبة له فانسى ان ده يتعامل معاك كويس خلاص لو كان رامز بيحكي لي دلوقتي ان هو ما بيعتبرش اصلا الكائن ده بتاعه الا لو ان الكائن ده حبني. حبه ازاي بقى يعني انت عملت كده في ايه عملت كده كان عندي عنتر الله يرحمه دي اصل برميز 3 متر ونص دي ماتت من حوالي شهرين ثلاثه ربنا يرحمها ده انا كنت فاكر ان ده طبيعي او مش طبيعي سوري يعني دي حاجه هي بتعملها كده بالصدفه ان انا افتح البيت بتاعه وادخل عليه اكني هحضنه وهو يطلع يشمشم فيا ويحط راسه هنا وينام فكان كل يوم طبعا في اليوم ده كان بيتعمل 3-4 مرات انا بحب المس الحاجه بتاعتي بس ففي الاخر خالص انا قلت للناس يا جماعه الاصالات بتفهم الاصالات عندها ذاكره لان عكس اللي انا بقوله ده انا كنت بسمعه كتير ان الاصاله ما عندها ذاكره الاصاله ما بتفهمش الاصاله ما بتعرفش بيتها الاصاله الحاجات دي كلها لا الاصالات بتفهم الاصالات عندها ذاكره كويسه جدا بتعرف صاحبها بالمعامله الكويسه مش مجرد ان انا احط لها اكل وخلاص بالملمس بالريحه بتاعتي معاها على طول ازاي ما امسكهاش ازاي اطبطب عليها الاماكن اللي هي بتحبها ما اخطفهاش الكلام ده كله عنتر ده انا كنت بقول لك كذا مره في اليوم كنت افتح ويطلع ينام وكده في الاخر خالص جبت واحد بيعمل اللي انا بعمله اتعض لا انا كنت عايز اثبت لنفسي حاجه يعني انا كنت عايز اثبت لنفسي حاجه وبعد ما هو اتعض انا عملت نفس الحاجه اللي انا بعملها كل يوم عادي حط رسومه بس فدليل على كده لا انت مش صاحبي انت مش صاحبي عايز بس اقول حاجه على الاصالات ان هي عندها ذاكره او ما عندهاش ذاكره عشان الناس اللي هم بيقولوا ما عندهاش ذاكره انا منهم على فكره لا عندها ذاكره كويسه جدا وبتربط الحدث بالريحه ما عندهاش هي ما عندهاش غير كده انت لو حطيت رات او حتى كتكوت شقي شويه واول ما حطيته عشان الاصله تاكله وراحت على راسه راحت نقره هو هيعمل ايه هيرجع بعض الاصالات بتبقى غبيه فبتهجم برضه مفيش مشكله هيرجع هيخاف لو انت حطيت كتكوت تاني او رات تاني هتروح تاكله خلاص بقى هي خدت طب هي عرفت منين ان ده رات وده عبدين لا طبعا ده مستوى لا طبعا انت كمان هي بنشوفه يعني ربطت حدث اذاها بالريحه بس اي فريسه تانيه هتحطها هتاكلها لحد ما تاذيها في مره مش هتاكلها بس والذاكره بتقعد معاها كتير جدا لان هي ممكن تاكل رات تاني لما تجوع قوي بس بعد فتره طويله طب بس ايه اغرب حاجه عملت بيها معاها علاقه يا روبز ضب ازاي يعني مش عارف لا والله دي صوت انا ما اعرفهاش كنت بحط في الارض وامشي يمشي جنبي وده كان اول ضب اجيبه في حياتي
كنت بحبه قوي، كنت على طول ماسكه وما كنتش تقريبا بسيبه خالص غير لما اجي انام. كنت عامل له حوض كبير وحاطط رمله وصخره وعامل له بيئه حلوه يعني، بس كنت احطه كان بياكل من ايدي، كنت باكله في الحوض بتاعه بايدي بكل حاجه، وما كانش بياكل غير من ايدي يعني، لما احط له اكل واسيبه ما ياكل. دي على فكره دي موجوده في الاجوانات وفي الدبوس يعني، في ساعات ما خلاص هم اتعودوا ان هم لازم ياكلوا من ايدي، لو انت ما حرضتش حاجه قدامهم مش هياكلوا. بس الغريب ان انا كنت احطه في الارض وامشي امشي جنبه بس لو مش راضي اجيب، لا مش محتاج سلسله والله. بس دي كانت اغرب حاجه، هي الغريبه للناس كتير قوي. حتى امبارح كنت في برواش، كنت عند عم اسعد راشد واحمد راشد، بقول لي يا رامز انت بتعمل ده ازاي يعني؟ انا كنت لسه بتريق على عم اسعد، بقول له المبتدئين هم اللي بيعملوا بوكسات للرات عشان يركبوا فيها ويخلفوا فيها والكلام ده، انا ما عنديش الكلام ده انا في البلكونه. والرات بيفهم جدا جدا جدا، هو ذكي طبعا. طبعا هو الحيوان الوحيد اللي بيعرف يخرج من المتاهه. لا بصراحه احنا ما بنخرجش من المتاهه، لعبه المتاهه دي احنا ما بنخرجش، الرات هو اللي بيخرج. الرات عندي في البلكونه بيجري على السور رايح جاي ويتنطط فوق بعض، ما يدخلش عند حد من الجيران ولا ينط على بلكونه جنبنا ولا حاجه. انا في الدور ال 11 على فكره، فسهل ان هو ما بيقعش. لا يجرؤ ان هو يعتب العتبه بتاعت باب الاوضه، بتاعت باب البلكونه يعني اللي في الاوضه. ما فيش غير جوز سمسمه ده اللي بيجرؤ المهندس بصراحه، ده بيطلع الكلب. واللي عمل كده، واللي انا مش عارف برضو دي صدفه ولا مش صدفه، سمسمه كانت في الاول كانت بتدخل الاوضه، فجبت مره عصايه وهي تحت الكنبه، رحت لسعتها من ورا، جريت قدام شويه، راحت قاعده عارف بتلحس في الحته اللي هي ضرب اللي فيها العصايه، وطلعت قدام رحت ضاربها تاني، فاهم؟ عملت الموضوع ده تاني، رحت ضاربها تاني ما دخلتش تاني، كانت حامل في الوقت ده، كانت حامل. لما ولدت كل عيالها، انا كنت عم حاطط لهم حوض متر وربع، ولدت فيه. انت عارف بقى الرات لما بيبقى شقي كده وينط من الحوض والكلام ده لان هو مش متغطي، بقت هي تطلع وهم يطلعوا وراها وينزلوا، وكانت تقف لهم عند الباب عشان ما يدخلوش يعني، ما تدخلش هنا، العب بره زي ما انت عايز، ويطلع على السور ويلعب ويطلع على السلكات بتاعت الغنية بيج وكده، بس ما يدخلش هنا. وفعلا ولا واحد من عيالها دخل، 11 رات كانوا بيلعبوا في البلكونة ومفيش حد دخل، وجوزها القديم ما دخلش، جوزها الجديد هو اللي بطلع. احكي لنا عن طائر الماينة واحكي لنا قصتك مع الماينة. بص، طائر الماينة للأسف مفيش حد فاهمه هنا في مصر خالص، كل اللي أول الناس اللي اشتريته هنا والناس اللي باعوه، هو طائر مهاجر في منه أنواع كتير، بينزل في العريش، بينزل في السويس، بينزل في حتة تالتة بس للأسف مش فاكر هي فين. عجبوا الموضوع هنا أو لقى الجو مناسب ليه، فتقريبا استوطن أو شبه استوطن في السويس. بياخد الشجر العالي والنخل العالي والكلوبات الكبيرة بتاعت الفوانيس اللي في الشارع أو نيد النور، بيعمل فيها العشوش بتاعته ويفرخ. هو زرزور من عيلة الزرازير، قريب الغراب. أقدر أقول إن هو ذكاؤه قريب جدا من الغربان، بس الغراب أذكى بكتير يعني، القراب بياخد ويدي معاك ومتعايش غير المايه. اكيد حجم جمجمته اكبر وحجم مخه اكبر، حجم الجمجمه. بس بص، المايه تعمل ده لو هي لسه زغلول صغنطوط، فاهم؟ وانت اللي تاكله بس. والغراب كده برضه، بس الغراب الحاجات اللي بيعملها اكتر يعني، يجيب لك هدايا، يمشي وراك، مش عارف ايه الكلام ده. لا خلينا في الماينه. بس الماينه انت شفتها بتتكلم ولا على النت بس؟ الماينه اتكلمت عندي مره واحده بس، علشان كان عندي الغراب في نفس الاوضه اللي هم كانوا فيها، كنت مسميه كيرو، فمن كتر ما انا بقول له يا كيرو يا كيرو يا كيرو يا كيرو، فاهم؟ انا ما علمتهاش الكلام يعني، انا ما علمتش الماينه كده،
فجأة لقيتها هي بتقول كيرو. وهي كلمت يعني ده يوم واحد اللي كلمت فيه وما كلمتش تاني. أنا ما كانش هاممني إن هي تتكلم، أنا كان هاممني إن أنا أشوف الطائر ده. هو ذكي ببشاعة. الناس هنا جابوه وباعوه على أساس إن هو بيتكلم، وكل اللي اشتروه كانوا مستنيين إن هو يتكلم. وللأسف ما اتكلمش عند حد. يمكن اللي اتكلموا في مصر كلهم 2 أو 3 وبرضه كانوا فروخ. بس بس هو بيتكلم هو بيتكلم. لا هو بس لما بيصفر بيصفر ب بص بكلمات. هو يعني في كتير قوي من البغبغان هو مستمع جيد جدا، ولما بيسمع صوت غريب تلاقيه واقف كده وميل راسه بيسمع. لو الصوت ده اتكرر كذا مره يبتدي يركز معاه ده ايه. لو اتكرر 2 أو 3 هتلاقيه هو بيعمله. يعني انا مره روشني حسيت ان انا عندي في البلكونه في كتاكيت، واطلع ادور على كتاكيت مش لاقي كتاكيت، لان كان عندي كتاكيت واكلتهم للاصالات، وبعد كده بقى هو شغال كتاكيت. بس لا هو شغال كتاكيت فران غربان بغبغانات التجعيره بتاعه البغبغان، جميع اصوات العصافير، اصوات عربيات، اصوات صريخ بيبان بتتقفل جرس التليفون. بص حاجه مشغله هو مع نفسه، يعني هو مفيش حد بيعلمه حاجه. بس تجربه ان انت تخليهم يبيضوا عندك ويفرقوا عندك دي جميله، انا بصراحه مبسوط بيها. انا يعني مبسوط بيها جدا. بص هو اي كائن برضو اي كائن مدام حس بالامان في مكان، من ناحيه ان مفيش حد بيأذيه، لاقي الاكل متوفر، لاقي مكان مريح مش ضيق، مش مكان بيدخله بصعوبه ويخرج منه بصعوبه زي العش بتاعه. هو بيتفرج في عش زي بتاع الكوكتيل بس اكبر، بيبقى 40 × 25 × 25 أو 27 × 27. فكل ده مريح بالنسبه له. هو طبعا اخذ معايا وقت، الجوز ده اللي هم اللي فرخوا دول اخذوا معايا وقت كبير، اخذوا تقريبا سنه. كنت مهيئ لهم كل حاجه، مخلي انا قدامهم على طول عشان يشوفوني على طول. هو تملي بيطمن عليه، يعني هو لما بيحب حد او بيحب صاحبه اللي هو اللي بيجيب له الاكل وبيحط له الميه وبيهيئ له الجو بتاعه بيحب يشوفه على طول. فانا تقريبا انا حاطه في البلكونه والكنبه اللي في الليفنج قدام القفص بتاعه. فتملي تلاقيه بيلعب مع مراته واصواته، يدخلوا العش ويخرجوا من العش والكلام ده، وبعدين ينزل يبص انت موجود او مش موجود. ده فعلا بينزل بيطمن، واي حركه غريبه انت بتعملها هو متطفل جدا زي الغراب. زي الغراب متطفل بطريقه بشعه، اي حاجه بتعملها فاهم، مهما هو بيعمل ايه تلاقيه راح نازل عشان يبص انت بتعمل ايه. ماسك حاجه في ايدك لازم يبص دي ايه، بتعمل حاجه لازم يبص انت بتعمل ايه. هو عايز من مجرد ان هو يتعرف على الحاجات دي ويشوفها، هل انت هتعمل بيها حاجه دي. يعني انت شايف ان تربيه الماينا هيبقى ليه مستقبل، او يعني هو تنصح بيه لحد، ولا انت شايفه لنفسك بس؟ للناس حتى يعني بدل ما يجيب جوز كوكتيل ولا يجيب زبده يجيب ماينا. بص 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 لو هو عايز، لو هو هيركز ان هو يتكلم يجيب حاجه عشان تتكلم، وهو حاطط في دماغه ان هي تتكلم وخلاص بغض النظر عن اي حاجه تانية فاهم، لا ما يربوش ما يربوش. لا يعني قصدي كائن ذكي وصوته حلو. هو في بص يا محمد، في واحد بيربي حاجه بيشوف الجمال اللي فيها. بيشوف الجمال اللي فيها، وفي واحد بيربي حاجه عشان يربيها لهدف. لا بس مثلا يعني في كونيرز دي شكلها جميل جدا بس مزعجه جدا، مش اي حد يستحملها. والماينا مزعج. الماينا برضو مزعج. من 4:30 الصبح لساعة 6 المغرب. ما شغال ما بيوترش. بس وليه صوت غلس كده؟ ليه صوت غلس؟ ده بيعمله لما بيجي يتكلم مع مراته في الفترة اللي هي قبل التزوج، أو اللي هم بقى قاعدين فاضيين فاهم؟ قاعدين فاضيين، ففي صوت ممل.
فممكن يقعد عليه ساعتين ثلاثه شغال بنفس الصوتيه هي بتعمل كده وهو ما بيفهمش. ما جربتش بقى تكلم العصافير والحيوانات بقى يا رمز بما انك انت بتعمل اكلمهم؟ اه تمام. يعني ايه اكلمهم؟ انا قلت بقى يعني هتفلت منك وتكلمهم يعني. لا بص انت لو اتكلمت لو حطيت في دماغك ان الكائن اللي قدامك ده ذكي وهو فعلا ذكي وتكلمه وهو يفهمك هو هيفهمك. طبعا هو مش هيفهم كل كلامك، مفيش كائن هيفهم، حتى الكلب مش هيفهم كل اذا كان البني ادمين مش فاهمين نص الكلام اللي بيتقال لهم. مش اساسا الفيديو ده انت هتمسح. لا لو حطيت في دماغك ان هو هيفهمك وقعدت تتكلم معاه وهو ركز معاك وحبك وشاف ان انت اللي بتخدمه فعلا وبتوفي له كل طلباته هيبتدي يركز يشوف انت عايز ايه. عشان كده بيتعلم، يا يعني يتعلم يا ما يتعلمش. لا انت ما بتقعد مع الفرد بتقعد تتكلم معاها ولا بتبقى ساكت وبتتكلم؟ لا بتكلم طبعا على طول. اه طبعا. ومع الكلبه بتتكلم ومع البغبغان بيتكلم ومع مراتي بتقول لي انت هتتجنن اساسا. لا عشان انا الكلب بقعد احكي معاه وهو فعلا هو بيعمل كل حاجه وبيفهم كل يعني تقريبا بيفهم كل الكلام تقريبا، بس هو مش 100% بس تقريبا بيفهم كل الكلام. بتقول لي ده على اساس ان هو فاهمك؟ طب شوفيه فاي حاجه انت بتقولها هو عارف يعني. وبعدين انت بتكلمه ما بتديش اوامر يعني، مش اقعد وتعالى وروح فاهم، ده تشاتنج كده يعني مفيش كلام ده. يعني انا كلب اسمه عصفور فاهم، عصفور تعالى اقعد هنا، لا بلاش هنا تعالى هنا. لما تحط تدلعه كده فتدي له شويه لبن، هو طبعا اللبن غلط للكلاب بعد الثلاث شهور، فيعني مره نفسه يشرب لبن فتحط له لبن، لا يا عصفور ما يشربش اللبن، اشرب الماء. بلاش يا عم الحاجات دي، انا لما بصور حاجه من عندي بتموت. لا ان شاء الله مش هتموت. مينا 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 ولا هنا ساعة عليه وهو دافئ قوي صح؟ اه انا مينا 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 خد خد يلا مينا 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 ولا يلا خد خد اي اهو مينا مينا خد 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 انت جاي بيتضايق قوي لما واحدة من الميل ورم دول يقف على جنب بقه وما يعرفش يفرده. اه تلاقيه عمال يصوت شاكرين يا رامز، محدش يعمل الكلام اللي بقول عليه ده، محدش يربي فران في البلكونة ويسيبها كده. رامز ده رأيه ودي طريقته، احنا بنعملش كده والله العظيم، بس هو راجل جميل وبيعمل حاجات غريبة ومجنونة. ده وجهه النظر الاخرى بنعرضها عليكم، اللي عاوز يقلده هو حر، بس احنا ما بنعملش كده. حياته كلها وقعت على الحيوانات خمس سنين. سلام.